يقتل الفرد على انتمائه للقبيلة، لم يقم بعنف، لم يقم بأي شيء من السلب والنهب ولا أي شيء، مجرد وحصل زمان في رواندا يقتل عليه. زي رواندا زمان، هوتو توتسي، وكان القتل على الهوية فقط لا غير. ده طبعا اللي حصل في السودان، القتل على الهوية، وكان ده المفهوم اللي تحدثوا عنه في مفاوضات جدة، بأنه لابد من وقف العدائيات. والحقيقة لم تستطع أي جهة وقف هذا الشيء، استعرت الحالة بصورة غير مسبوقة وبصورة غير إنسانية، وأسف اللفظ اللي هقوله، الحرق حيا، حرق الأحياء في السودان أصبح هو مسألة الانتقام رقم واحد. يعني هو لو ما عندوش سلاح يقتل بيه، وما عندوش شيء يقدر يعمل بيه أي حالة انتقام، يحرق الأفراد أحياء. والحقيقة المشاهد المؤلمة اللي بتوصلني على الواتس من أصدقاء لي في السودان، والمشاهد المرعبة اللي أنا بشوفها الحقيقة، يعني تدي هذا الصراع نوع من أنواع العنصرية غير المسبوقة أيضا في إفريقيا.